زي ما قلنا لحضراتكم ان النهارده الحلقه فنيه، ولكن اللي بيميز كمان فقرتنا دلوقتي انها مش بس فنيه، فهي فنيه وعلاجيه، وان احنا ازاي بدانا نستخدم الصوت والموسيقى في علاج او تحسين صحه امراض كتير جدا عندنا زي الشلل الدماغي، وامراض زي مثلا امراض نفسيه سواء اكتئاب او زهايمر، او حتى ممكن يكون ناس ادمنت حاجة معينة وبتحاول انها تحسن من نفسها. عشان نعرف اكتر عن الموضوع ده فاحنا معانا الاخصائي الاستاذ علي زكي المعالج بالموسيقى باحد المستشفيات النفسية. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. منور حضرتك. منورك. انتوا يعني منورين الدنيا ومنورين الحلقة من بدري، وحاجة جميلة جدا. ربنا يخليك ميرسي. طيب حابين نبدا معاك كده عن فكرة العلاج بالموسيقى. يمكن احنا الفكرة دي بنسمع عنها من فترات، ولكن ما عندناش حاجة واضحة كده بتقول انه لا هو فعلا بيحقق نتائج، او انه شكل معين نقدر ان احنا نتعرف عليه. فايه هو العلاج بالموسيقى، وهل هو فعلا بيفرق ولا لا؟ طيب خلينا الاول نتكلم على مفهوم العلاج بالموسيقى، عشان برضو الساده المشاهدين اللي معانا يعرفوا، يعني لان النوعيه دي ما حدش يعرف عنها حاجه للاسف، مش متوفره كتير في مصر، موجوده في اماكن قليله جدا في مصر يعني. فخلينا الاول ناخد مفهوم صغير كده بسيط، لان هي المزيكا او الموسيقى العلاجيه ليها تعريفات كتيره جدا علميه، فاحنا هناخد حاجه مبسطه عشان توصل للناس اسرع. هو استخدام الموسيقى من خلال الاخصائي او المعالج بالفن او المعالج بالموسيقى تحديدا بجميع جوانبها العاطفية والوجدانية والمهرية لتحسين صحة المريض. أوكي. إيه تحسين صحته في إيه؟ تحسينه صحة بدنية، صحة نفسية، الصحة العقلية بتاعته. فبتستخدم في حاجات كتيرة جدا، من أهمها مع أولادنا من ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع أعاقاتهم، أو مع المرضى النفسيين وكذلك مرضى الإدمان، وبتدخل كمان في علاج بعض الأمراض الأخرى كتير جدا. أوكي. وطبعا دي معترف بيها بره جدا، وليها جمعيات متخصصه وليها جامعات متخصصه، ومعترف بيها دوليا، يعني مش حاجه مش موجوده يعني. طب هل ده بيكون مثلا بديل علاج بالادويه، ولا بديل جلسات، ولا بالتوازي معاه؟ بالتوازي طبعا، ده علاج مكمل، لان ده ملوش علاقه يعني. العلاج النفسي والعلاج الطبي ده حاجه اساسيه جدا في حياتنا، الموسيقى والارت والرياضه دي حاجات مكمله ومحفزه بعد فتره العلاج يعني. اوكي. طيب دلوقتي انا عايز اسالك سؤال. النهارده انت في حاله قدامك، يعني انا برضو سمعت ان في حالات مثلا لو تسمع صوت الدولفين، الصوت اللي بيعمله بينشط، لو طفل عنده شلل دماغي بينشط لهم خلايا معينه في المخ والكلام ده كله. النهارده انت جات لك حاله من الحالات، سواء كانت نفسيه او فيها مرض مزمن زي شلل دماغي والكلام ده كله، انت بتبدا معاه ازاي؟ وهل هو بس بيسمعك او بيسمع اللي انت بتقوله، ولا كمان بيتبادل معاك الغنى، او بيتبادل معاك ان هو يعمل معاك مزيكا بصوت؟ طيب هو استخدام الموسيقى مع الحالات بشكل عام بيتحدد بناء على نوع الاعاقه ايه. يعني لو اولادنا من اولاد ذوي الهمم مثلا، نوع اعاقته ايه؟ هل هو توحد او هل هو داون او هو شلل دماغي؟ فاحنا بنحدد الجلسه بناء على نوع الاعاقه، وفي نفس الوقت بناء على التقييم اللي بيتعمل للطفل. هل هو متكلم او غير متكلم؟ هل هو في مشكله في النطق؟ طب عنده مشكله في السمع؟ طب عنده مشكله في الحركه؟ فكل ده بيتوقف بناء على التقرير اللي بيبقى قدامي يعني. أوكي. ومن هنا بستخدم بقى، هو هل هيتعلم آلة عشان أحفز عنده مثلا الشكل البدني أو الحواس البدنية عنده، ولا هل هو عنده مشكلة في النطق والكلام، فهل أنا هبدأ أستخدم الموسيقى في تحسين مخارج الألفاظ والحروف؟ حلو. لأن في أولاد بيبقى عندها مشاكل في النطق وعندها مشاكل في استخراج الحروف، المزيكا بتسهل ده من خلال بقى استخدام أغاني معينة، شكل معين، عشان اقدر اسهل له ازاي يخرج الحرف بطريقه سهله وبسيطه يعني. طبعا ده برضو مع اخصائي التخاطب، لان السبيتش ده حاجه اساسيه جدا، لازم يعني الاخصائي التخاطب ده الشق العلاجي اللي هو بتاع التخاطب يعني. انا بسهل ده من خلال الموسيقى زي نشاط مع العلاج، مع العلاج بالتوازي معاه بالظبط كده. نفس القصه في الولاد التوحديين او طيف التوحد، بيبقى عندهم ملكه جامده جدا، في منهم بيبقى عنده عبقري جدا في العزف لانه بيسمع كويس جدا، فببدا انمي له الموهبه دي عنده من خلال العزف على اي اله هو بيحبها، ممكن بيانو، ممكن كمان، ممكن جيتار،
ممكن استخدام درامز او ادوات الـ الايقاع الباند والايقاع بالظبط كده. فده بيتوقف على نوع الحاله اللي قدامي ايه، لان هي المزيكا بتدخل في حاجات كتيره جدا، واهمها اللي هي تنشيط الذاكره والتحفيز الادراك بتاعه. أو سواء كان سمعي او لو هيتكلم بشكل معين، لان في ولاد بتتكلم بطريقه سريعه جدا ما بتبقاش فاهم هو بيقول ايه. فبنبدا نستخدم مقاطع صغيره كده بسيطه بحيث ان نبدا نهدي له حته التدافع او الانفعال ده بالظبط كده بالظبط. اوكي طيب، هل مثلا انه بتحس بعد وقت قد ايه انه في نتيجة، ولا هو مثلا قبل السيشن بيكون حاجة وبعدها فعلا ممكن تلاحظ عليه تأثير وقتي يعني؟ لا بصي هقول لحضرتك، في الولاد بيبقوا فايقين شويه كده، فهم ميالين ايمن دايما وبيحبوا مش حد فينا ما بيحبش المزيكا. فالولاد دايما بيبقى في تفاعل قوي جدا مع الموسيقى، فانت بتحسي المردود ده بعد ما تخلصي الجلسه بتاعتك. لا المود اختلف، الاكسبريشن بتاع وشه والملامح بتاعته اختلفت، لانه قضى وقت كويس، استمتع بالحاجه اللي كنا بنعملها، سواء كنا بنعزف او بنغني او بنلعب ايقاع او بنعمل اي حاجه، او ممكن نلعب بالمزيكا، ممكن نلعب كراسي موسيقيه، ممكن نلعب شد الحبل يعني برضو لو قعدته تسمح بداية يعني. فلا بيبقى في مردود في نفس الوقت، ومع الوقت بقى مع الاعاقات الثانيه على المدى الطويل طبعا بيبقى في تحسن بقى، ان هو طبعا بيجيد العزف بشكل محترف او بشكل احسن ما كان بدانا بيه. الكلام بيبدا يتحسن، بنحسن بعض الحروف والكلمات. لا فده بيبان بقى مع المدى الطويل مع العلاج، فده يعني مردوده بيبقى شويه بياخد وقت. حلو. طيب المرض النفسي او الاكتئاب اللي بيكون ممكن بيصيب الواحد مننا في وقت من الاوقات ومش بيبقى قادر ان هو يعالج، طبعا بيبقى فيه علاج طبعا مع متخصص وكل حاجه ده اساسي، لكن الموسيقى هنا ممكن تفرق مع مريض الاكتئاب ازاي او المريض النفسي ازاي؟ جميل. مريض الاكتئاب دايما بيميل للعزله والوحده، وبيبتعد عن اي حاجه بقى، مش عايز يكلم حد، عايز يقعد لوحده اغلب الوقت، مش عايز يتكلم مع حد. بنبدا نستخدم جلسات ان احنا نبدا نعمل له زي حافز كده او نشاط للمخ من خلال استخدام بعض المزازيك الهاديه. نبدا نخرجه من حته العزله دي. ما تيجي نسمع شويه مزيكا حلوه كده. نبدا نستخدم اغاني فيها نوع من البهجه، فيها كلمات من التفاؤل، بحيث ان احنا نبدا ننتشل الحته اللي هو المظلمه اللي هو بدا يلجا لها دي، وندمجه مع المجموعه، لانه طبعا ممكن نقول له طب نيجي نقعد كلنا مع بعض، يقول لك لا انا مش عايز اقعد مع حد، او يبقى رافض انه حاجه زي كده في بدايه بالظبط كده. مع الوقت بنبدا طبعا ده بجانب الجلسات النفسيه والعلاج بتاعه عادي، احنا بنبدا ناخد بقى من خلال بقى الميوزك ثيرابي ومن خلال الارت ثيرابي كمان، ان هو بيبدا يطلع الطاقه اللي جواه من خلال الالوان، من خلال الرسم. ناخد برده الشق الرياضي، لانه برده بدل ما احنا قاعدين طب ما تيجي نلعب رياضه شويه. ونستخدم المزيكا، المزيكا بتدخل في حاجات كتيره جدا، يعني ممكن نستخدم الرسم مع الموسيقى. ممكن نستخدم الرياضه، وده اكيد جدا مع الموسيقى، يعني الموسيقى ده بتدخل في جميع الانشطه او الاكتيفيتيز الخاصه بالمرضى النفسيين. فمريض الاكتئاب دايما زي ما قلت لحضرتك دايما بنحسه على يعني نسمع شويه مزيكا حلوه، ما تيجي نغني، ما تيجي نلعب اله، طب ما تيجي نعمل المشاركه الجماعيه طبعا دي مهمه كتير. جدا عشان نخرج من حاله العزله او اللي هو بيلجا ليها يعني. هل في امراض نفسيه تانية ممكن الموسيقى تساعد فيها؟ طبعا جميع التوتر، القلق، الالزهايمر طبعا، وقلنا الاكتئاب، الشيزوفرينيا برضو، كل ده المزيكا بتدخل فيها، وهي كل القصه ان احنا بلعب على تنشيط الحاله المزاجيه وتنشيط المخ. يعني هو المرض النفسي مشكلته كلها بتبقى من خلال الدماغ والمخ وكده، فاحنا بنستخدم المزيكا في تحفيز الحاله المزاجيه ليه، بنخلي الجسم يبدا يفرز المواد الطبيعيه او الهرمونات اللي بتحس الواحد على السعاده والفرحه، اللي هو تعديل المزاج العام يعني. فالمزيكا طبعا بتدخل في كل حاجه، بره بيستخدموها في حاجات كتيره جدا، بتستخدم مع الحيوانات، تستخدم مع الزراعه، لان اتضح ان المزيكا بتاثر على في بعض المحاصيل الزراعيه والنباتات بالظبط كده، وكمان بتاثر على بعض الابقار. انا سمعت الموضوع ده. لا ده فعلا موجود، فعلا بيستخدموا في الاماكن المفتوحه بتاعتهم سماعات بمزيكا معينه، دي اتضح انها فعلا الابقار بتنتج او
بتضاعف انتاج اللبن بتاعهم من خلال المود العام بتاع اليوم بتاعهم، بعكس المراعي العاديه الابقار فلقوا ان فعلا الابقار اللي بيسمعوها مزيكا انتاجها للبن بيضاعف اكتر من الكميه الابقار العاديه اللي بترعى بالشكل الطبيعي يعني. طيب ده بالنسبه للناس بره عارفين اهميه الصوت ومدى ان هو ممكن يكون خطر قوي وممكن يكون صالح جدا ان احنا نعالج بيه وان احنا نستغله في حاجات كتير جدا حوالينا زي ما انت قلت. النهارده احنا في مصر عاملين ازاي مع فكره العلاج بالموسيقى او فكره ان يكون معانا جنب العلاج المتخصص والناس المتخصصه يكون معانا كوتش زيك مثلا هيعلمنا موسيقى او هيسمعنا مزيكا او ان هو يبدا يعمل معانا علاج بالموسيقى، هل ده الفكره دي في مصر دلوقتي بقت معروفة للناس ولا بقت الناس هي بس واثقة في موضوع ان العلاج بالأدوية والحاجات دي بس؟ لا تمام، هي معروفة في أماكن معينة، في الأماكن اللي هي بتستخدم العلاج بالموسيقى زي المصحات وزي الأكاديميات الخاصة بذوي الهمم وبعض المستشفيات، ودي قليلة جدا. ده من ايه؟ لان طبعا مفيش جهه معينه بتقول يا جماعه ان في حاجه في مصر اسمها العلاج بالموسيقى. المجتمع بشكل عام ما عندوش الفكره او ما عندوش الخلفيه ان في حاجه اسمها علاج بالموسيقى. للاسف مش واخده حقها اعلاميا، فطبيعي انا حضرتك هتعرف منين ان في علاج بالموسيقى؟ ويعني ايه موسيقى؟ ما هو الموسيقى اللي هو بيسمعها في التلفزيون او بيسمعها في الكاسيت او بيسمعها في العربيه او بيسمعها، هيقول لك هي دي بتعالج؟ ما هو مش فاهم يعني ما هي المزيكا ازاي دي بتاثر بالظبط، مع ان هو ممكن يسمع اغنيه تظبط له موده. هي دي الموسيقى العلاجيه. هي ما فيش حاجه بعينها بتقول دي موسيقى علاجيه ودي موسيقى مش علاجيه. هي الموسيقى بشكل عام هي موسيقى علاجيه. انت حضرتك ممكن تبقى مودك مبسوط شويه فتلاقي نفسك مشغل اغاني فيها باور وفيها بيت بتحس انك سعيد ومبتسم. ممكن يبقى المود مخنوق شويه فبتشغل اغاني كلاسيك او كئيبه تكئبني اكتر. مش تكئب، هي المود تعيشك الحاله، تعيشك الحاله اللي انت بتكمل لك الحاله اللي انت فيها، لان اكيد انت لو سعيده مش هتروحي تشغلي اغنيه حزينه. والعكس لو خدنا بالنا في الدراما، لو شوفي مشهد اكشن او مشهد درامي عاطفي او مشهد سسبنس او اي نوع من المشاهد يعني بيتخللوا نوع المزيكا، المزيكا دي اللي بتوصل لحضرتك طبيعه المشهد ده كان ايه؟ بتخليك تتاثر بالمشهد طبعا. طب نتخيل لو شلنا المزيكا وخلينا المشهد من غير مزيكا، هيوصل لك بس مش هيوصل بنفس القوه اللي وصل فيها والمزيكا بتاعته شغاله. مثلا حطينا مزيكا تومان جيري على مشهد كله عاطفي مشاعر مثلا. او تخيل الحاله تبقى ازاي؟ او حاجه مثلا لبيتهوفن مثلا على مشهد اكشن. الحاله هتبقى ازاي؟ فاحنا هي دي المزيكا يا جماعه. الناس برضو بتفتكر او بتاخد الاغاني ان هي مزيكا، لا هي الاغاني نوع من انواع المزيكا. طالما المزيكا دخل عليها كلام اصبحت قالب غنائي. صح، فالناس بتحكم كله على بعض، تقول لك يا عم انا اروح اسمع اغنيه مش عارف هروح اسمع، ما الاغنيه دي متخللها مزيكا وكلمات بيكملوا بعض، يعني هتوصل لك مزيكا ويوصل لك كلمات. دايما بنحاول يعني نوصل للناس يا جماعه مفهوم المزيكا، ان المزيكا لا ليها تاثير قوي جدا. المزيكا بتبني شخصيات، بتحسن من الشكل العام بتاع الانسان، بتعمل حاجات كتيره جدا بجد. بس للاسف الناس مفهومها عن المزيكا من اللي هي بتسمعه من شغل المهرجانات فهم يعني حصروا المزيكا كلها في الشق ده. فلا هو ده، لا دي مش مزيكا ودي مش مزيكة ايه، لا المزيكا ليها مدلول حلو جدا وليها اثر كبير جدا في حياتنا على اطفالنا وعلينا كلنا بشكل عام، مش لازم يكون مرضى يعني. احنا كلنا معرضين ان احنا المود بتاعنا مش مظبوط او مودنا سعيد، عايز اسمع حته مزيكا حلوه يعني. بالظبط. حتى لو حضرتك رحت الجيم، ما لو في لو مفيش باور مزيكا شغاله جنبك انت مش هتأدي التمرين بالشكل. لو في باور مزيكا جنبك وفي بيت عالي بتلاقي جسمك بيبدا يتأقلم. انا في مره استغربت جدا لحد كان بيتمرن معايا وكان بيسمع فايزه احمد في الجيم، فانا عمال اقول له طب ازاي يعني المفروض انت الموضوع زي اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان انت بتتفرج على مشهد رومانسي وتشغل على مزيكا تومان جيري. فبرضه بيبقى فيه هنا بقى فيه بيتهيألي خلل، يعني بيبقى فيه خلل في الذوق او خلل في ال في 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 هو طب هقول لحضرتك ممكن يبقى نوع التمرين نفسه مش محتاج ان في يبقى في باور او في بيت يعني ممكن معرفش. يكون بيتمشى شويه على التريد ميل فهيشغل حاجه كده كلاسيك هو طلبت معاه كده، طالما هو مبسوط خلاص، طالما المود حلو. انا اقصد ان انا اختار ايه في امتى وازاي، انما ما بنيش حاجه
واقول لا يا عم مزيكه ايه، مزيكه ايه اللي اسمعها. بره المرضى الكانسر اللي داخلين على جلسات كيماوي او داخلين على عمليات كبيره بيسمعوهم مزيكا قبل ما بيأهلوهم للعمليه بالمزيكة. من خلال التأهيل ده بيسمعوهم مزيكا، ممكن من خلال يشغلهم على سيديهات مثلا، او بيجيبوا عازف فايلن او بيانو او سوري جيتار يعزف لهم مقطوعه. ده بيحد من التوتر بتاع المريض قبل ما يدخل للعمليه بتاعته. دي حاجه محترفه. تخيل بقى ده لو عملناه عندنا هنا. الثقافه طبعا، يعني انت جاي تسمع ايه؟ يعني انا داخل اعمل عمليه مش عارفه ايه، وانت تقول لي شغل مزيكا، انا ناقصك اخويا. هو ده فهو ده احنا محتاجين كتير. لازم حملات توعيه للناس، لازم الميديا تسلط الضوء على الموضوع ده يا جماعه، وتسلط الضوء كمان على الارت ثيرابي. الارت ثيرابي ليه شغل حلو جدا مع الناس، سواء كان رسمه او نحت. طبعا 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 طبعا، لان المرضى بقى الادمان ومرضى النفسيين مهم جدا موضوع الارت ثيرابي ده معاهم، لان بيبين بيفرق زي ما بيفرق من خلال ان هو يعني مريض الادمان مريض متحول ومتلون، يعني ممكن الفيس يبقى بيقول حاجه وجواه حاجه تانية خالص. بيبان ده من خلال رسمه ومن خلال اختيار الوانه، وطبعا ده المتخصص طبعا يقرا اللي جواه، اللي هو ممكن ما يعبرلكش بيه عن نفسه. اوكي، بيبقى في جوه حاجات مستخبيه بتظهر في الرسمه بتاعته وفي الوانه غصب عنه، مش يعني بالظبط ده من غير ما يشعر. ده اللي طلع من وجدانه ده لما يكون الاخصائي جامد جدا في الموضوع ده، بيقدر يحدد الحاله اللي هو او المود العام الداخلي اللي هو مش باين. فده مهم جدا. برضو في نفس الموضوع في المريض النفسي بيبين برضو ما درجة الموضوع عنده جواه عامل ازاي، هل هو فعلا بدأ يبقى يتحسن ولا لسه تعبان ولا لسه المرض متملك منه. ده بيبان في رسمته وفي استخدام الألوان يعني. فده مهم جدا. الرياضة نفس القصة برضو، لأن أنا بحسن الحالة البدنية للجسم بتاع المريض، فبتفرق كتير. طبعا زي ما قلت لحضرتك الاحتياجات الخاصه بجميع اعاقاتها بقى بيفرق معاهم جدا في تنشيط الذاكره. في كنت انا حتى بعت فيديوهات ان انا كنت بشتغل مع بنت عندها شلل دماغي، ما كانتش بتقدر طبعا، دي البنت بتتحرك على كرسي متحرك ما بتقدرش تقوم لوحدها. من خلال المزيكا ومن خلال ان انا بدات اديها حافز، بدات تسند بايديها وبدات على قد ما تقدر انها تبدا تقوم. حلو قوي. كان في برضو فيديو البنت قبل كده كانت في جلسه علاج طبيعي، لان طبعا المرضى الشلل الدماغي بيحصل لهم زي ضمور في العضلات وكده، فلازم ياخدوا جلسات علاج طبيعي عشان ما يحصلش التيبس للعضلات بتاعتها والمفاصل وكده. فطبعا بيبقى الجلسه بتبقى صعبه شويه، لان طبعا بيبقى الدكتور يعني غصب عنه عايز يشتغل على الحاله، فبيتوجعوا من الكلام ده. فبيبقوا جايين، كان في بنت صدفت ان انا كان عندي جلسه ميوزك في الكلاس بتاعها وهي كانت في الجلسه، خلصت الجلسه وجايه منهاره جدا وبتعيط جدا. بمجرد انها سمعت المزيكا بدات تهدى. فده تاثير المزيكا. نسيت بقى اللي كان بيحصل لها مع الدكتور وبدا ودنها لا في حاجه بتحصل، فبدات فعلا والله بدات بطلت عياط وبدات تنام على الكرسي وهي بتسمع المزيكا. فلا المزيكا ليها اثر كبير على اولادنا في ال طب هل الموسيقى العلاجيه عندنا هنا في مصر كتخصص، هل ليها اماكن بتدرس فيها، اماكن بتروحها، اماكن بتلجا لها لو حد حابب ان هو يتعالج بالطريقه دي؟ هل لازم يلف على كل المصحات لحد ما يعرف هل بيقدموا النوع ده ولا لا؟ طيب لو عايز يعني لو حد سوي عايز ياخد فكره عن الموسيقى العلاجيه، هو مفيش اماكن بعينها بتقول ان انا بدي كورسات، بس في كورسات اونلاين. يعني في رابطة الاتحاد الأفرو آسيوي ده بتنزل كل فترة زي كورسات للعلاج بالفن. في بعض الأماكن يعني هم لسه إن شاء الله هيبقى في رابطة المعالجين بالفن في مصر، بس هي لسه بتاخد إجراءات ورقية كده. بس هو المفروض إن في منهج الناس ماشية عليه مثلا بره طبعا طبعا، يعني في منهج للموضوع. أنا بجيب الحاجات دي منين؟ ما أنا لازم بدخل وبشوف وبنزل فيديوهات وبدخل أماكن ومواقع عشان أشوف إزاي بيتعاملوا بره بالموضوع ده، لأن أنا مش هجيب ده من عندي. بس اكتساب الخبرة برضو بيجي مع الوقت مع وجودك في الموضوع نفسه، وانت برضو بتقدر تاخد خبره. يعني الواحد الحمد لله بيكتسب خبره من خلال المعايشه مع الحالات وكده. بس للاسف في مصر ما فيش، انما لو في مريض دخل اي مكان علاجي لا هيلاقي فيه العلاج بالفن وعلاج بالموسيقى، وهيلاقي فيه كل الاكتيفيتي يعني موجوده، اقصد يعني او الجلسات دي موجوده. بس انما عشان حضرتك لو انت مثلا عايزه تاخدي كورس علاج بالفن او علاج بالموسيقى للاسف مش متوفر. يعني مش هروح حته معينه في اي وقت اقول مثلا يا تربيه موسيقيه انتوا عندكم علاج بالموسيقى، هيقول لك لا. يا تربيه فنيه عندكم علاج بالفن، ما فيش قسم بيقول ده.
مع ان مصر من اوائل المعالجين بالموسيقى والمعالجين بالفن. ولو انتوا خدتوا بالكم ده كان موجود على الجدران بتاع المعابد آلة الهرب. صح. لان هم كانوا بيعتقدوا او اعتقدهم ان المزيكا بتطرد الارواح الشريره، لانه كان الموضوع روحاني شويه. فاحنا من اوائل المعالجين. بس راحوا فين وجي منين بعد كده وايه اللي حصل للاسف مش موجود. يعني هي كل فكره كده بيكون هي مش جديده علينا، ولكن الناس لسه ما بتبقاش مستوعباها. ولكن لما بيلاقوا مع الوقت ان شاء الله الايجابي وبيلاقوا فعلا حالات بتتحسن بالنوع ده من العلاج اكيد هيفرق. وزي ما حضرتك قلت الوعي بتاعنا موجود. والله لو حضراتكم نزلتوا لبعض المراكز المتخصصه او المدارس المتخصصه في ذوي الهمم هتلاقوا فيهم فنانين كويس جدا. عندنا فرقه الاوبرا، في فريق لذوي الهمم، فريق الاوبرا في مركز الابداع، ده فريق بيضم حوالي 40 اعاقه. فريق كورال عايز اقول لحضرتك عالمي. اغانيهم كلها حاجات قويه جدا، حاجات لعبد الوهاب وام كلثوم، يعني مش بيغنوا حاجات اطفال يعني. ايوه. ففعلا مجهود يشكر عليه جدا، لان فعلا وكلهم عندهم مشاكل. بس تقعدي تسمعي، انت بتسمعي مزيكا، بتسمعي اصوات قويه جدا، بيغنوا الاسمهان، بيغنوا الفريد. هي ملهاش علاقه. ملهاش علاقه يعني. بالظبط كده. فانا اقصد ان مصر مليانه والله، وفيها حاجات حلوه كتير. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان احنا يبقى في تسليط ضوء على مثل هذه الحاجات اللي هي الموسيقى العلاجيه والارت ثيرابي، يعني اقصد ان الحاجات دي يعني الناس محتاجه وعي كتير جدا. طبعا. محتاجين نكبر الموضوع ده بشكل، ويبقى طبعا. اصلا ليه بقى كمان يبقى ليه جهه معينه وليه اماكن بالظبط كده متخصصه يتعمل رابطه للمعالجين بالفن، عشان مثلا اي حد يبقى عايز ياخد فكره عن ده يبدا أكيد. يتجه للمكان ده. اكيد. استاذ علي نورتنا جدا. بنشكرك، ويعني اضفت لنا معلومات مهمه جدا. بنشكرك جدا. شكرا لحضرتك. شكرا لخطيب. العفو العفو. اتعوقش علينا. العفو. الاربع الجاي ان شاء الله. حلقتنا استنونا ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 6:30. باي باي.